نروح للصحافة الأجنبية ونشوف بعض المواقف اللي بتتحدث عن الأمر في قطاع غزة. تحقيق لصحيفة ليبراسيو الفرنسية بتقول لم يقطع رأس أحد ولم يوضع أطفال في أفران ولم تبقر بطون حوامل في هجوم 7 أكتوبر. وبتقول كمان صحيفة ليبراسيو الفرنسية إسرائيل روجت هذه الإدعاءات لحشد دعم دولي للانتقام العنيف في فضيحة جديدة لحكومة نتنياهو ولنتنياهو نفسه. تحقيق لتحقيق صحفي أجرته صحيفة فرنسية ليست صحيفة عربية على الإطلاق وليست صحيفة لا علاقة بأي أحد في المنطقة العربية وهي من الصحف المشهورة فرنسيا وعالميا. صحيفة ليبراسيون الفرنسية بتقول إيه؟ بتقول أن كل الادعاءات على أن 7 أكتوبر في 7 أكتوبر تم قتل أطفال وقطع رؤوس واغتصاب وحرق في الأفران كل هذا كذب لم يحدث وأن إسرائيل هي من روجت هذه الادعاءات بهدف واحد وهو حشد الدعم الدولي سواء الدعم السياسي أو العاطفي أو الأخلاقي لشن حرب انتقامية عنيفة لا زالت مستمرة حتى اليوم وراح ضحيتها أكثر من 21,000 شهيد في قطاع غزة وحوالي 55,000 جريح وهدم أكثر من 70% من مباني في قطاع غزة ولا زال تحت الأنقاض حوالي 10,000 إنسان. إذن إسرائيل يكشف الآن الوجه القبيح لكذب بنيامين نتنياهو وكذب رواياته عن هجوم 7 أكتوبر. لم تقتل أطفال، لم تقطع رؤوس، لم يتم إجهاض أحد ولا وضع أحد في الأفران ولا اغتصاب أحد. كل هذا كان من خيال مريض لشخص بنيامين نتنياهو ومن حوله ومن شاركوا في هذه الادعاءات الباطلة والكاذبة. نيويورك تايمز تتكلم عن هجوم 7 أكتوبر وبتقول أن هجوم 7 أكتوبر زعزع إيمان الإسرائيليين بالدولة اليهودية وأفقدهم الأمان وسبب شرخا في فكرة أرض الميعاد. نقطة ومن أول السطر هجوم 7 أكتوبر كما تذكر نيويورك تايمز الصحيفة الأمريكية الشهيرة. هذا الهجوم زعزع إيمان الإسرائيليين بفكرة الدولة اليهودية وأفقدهم مسألة حس الأمان وسبب شرخ في فكرة أرض الميعاد وهذه هي الأسس التي قامت عليها إسرائيل. كل ما تم زعزعته في 7 أكتوبر ده الأساس اللي قامت عليه دولة إسرائيل. دولة اليهودية، الإيمان بالدولة اليهودية والإيمان الأمان والرخاء وفكرة أرض الميعاد هذه من الأسباب ومن المبادئ والأسس اللي قامت عليها إسرائيل وكل هذا تم زعزعته وشرخه بل كسره في هجوم بعد هجوم 7 أكتوبر كما تقول نيويورك تايمز. ده نيويورك تايمز بيقول كده وبعض الحسابات المرجفة على السوشيال ميديا بتقول كلام غير ده. هتصدق مين؟ حضرتك تقدر تصدق وتقدر تشوف بعين أوضح من أي حد.